يعني بعام 2022 مات 23 سجين معظمهم نتيجة إهمال طبي ونتيجة عدم التفاوع بمعالجتهم بالاستشفاء بالمستشفيات بسبب الأزمة اللي بيمر فيها لبنان. تخيلوا سجن رومي لا يوجد فيه مستشفى ميداني للحالات الطارئة. وأنا مش أول مرة بيموت شخص ذبحة قلبية. أنا عندي موكل من شي 4 سنين مات ذبحة قلبية تأخروا بنقله على المستشفى التي تبعد عن سجن رومي 2 دقيقة بسبب إجراءات روتينية وما في عندهم للحالات الطارئة معالجة. توفى لأنه نقلوه بعد ساعة.